رب ربنا تبص له طول ما بحبك. ان شاء الله قدامك بحبك. مرزوق، اخبار الكينج ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اقول لك وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هايل، المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانيه. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن يا عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي، حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر، مع السلامه بقى، عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا لا قصدي صاحبك. يعني لو اقول لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه خل في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يلا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يلا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكة؟ ينفعوا، دول حتى كتير، ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر.
شبك امك مش شبك بطه. لو انت هتشبك بطه؟ اه يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطه. ايه مالها؟ في حاجه تتعيب؟ الشهاده لله ما فيهاش حاجه تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجه قد ولا ضارب حاجه ولا عامل ايه؟ يلا بطه مش ليك يا مرزوق. بطه ما بتحبكش. تقول ايه؟ بطه ما بتحبكش يا كوتش. انا مفيش مره ما بتحبنيش. الا بطه، دي الحقيقه يا كوتش. بطه بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ انت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات العطا ما قلتش عليا. دي مؤامره. ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركه اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العملة. انا مش عايزكوا تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجة دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطة دي. انتوا ناسين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاة على النبي بقى، العملية دي ما اتعملتش بالبرافان ولا بالباترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنان اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركة. امين، خد منهم مفاتيح الوكالة والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركات؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. دي سرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه. هتضرب هنضرب. هتكسر هنكسر. هتحرق هنحرق. ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومة أمرت. تصبح على خير. وانت من أهل.
سلام بقى صاحبي. ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. الدنيا بتمطر نسوان النهارده ولا ايه؟ انت مين يا عمر؟ بطل ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. فك دراعك. امسك.
امسك الولد. شمر شمر. مع الزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانيه يا اخي. يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، المكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح. بس مش ده اللي عايزه كينج. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات، خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق. مفيش شركه، انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبه. ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. اخرس انت هدي الكلب. لا ده انت باين عليك ناقص رمايه بقى. قولي ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سككيه من بتوع الشوارع. اخرس برا برا. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. انا عمري ما حد لمس مني شعره واحده، لا رضا ولا خصمانيه. برا. كلمنا انا هنا. فين مرزوق؟ راح في 60 داهيه. ثلاثه بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجه ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكره شيطان يا امين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج، كلها حقنتين ثلاثه ويبقى مستني ميعاد الابره زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج، كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرف بتقولي ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في سريره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع.
مرزوق رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش شيل معايا كله. على مالك؟ على مالك؟ اسمع، مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك. مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا بركوت. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذة، الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه، ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركة اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلباتها. مع السلامة. بس كده هنبيع سمك وميه يا كينج. دي صفقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج، يا كينج المزاد فاضل له اسبوعين اتنين. ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا أمين؟ ما تنطر. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبحضور كل من السيد وكيل وزارة الزراعة والسيد وكيل وزارة الإصلاح الزراعي والسيد مندوب وزارة الخزانة والسيد مندوب الرقابة الإدارية، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ أمين. أيوة كينج. أنا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما انا مربط مع كل التجار محدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب عشان المسائل تمشي قانونية. 501,000. حد هيزود؟ 502. ايوة يا سادة. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوة يا اخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525 مليون. كم؟ مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ يا افندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمائة ألف. وخمسمائة ألف. 2,500,000. 3,500,000. 4,000,000. كينج معناش سيولة كافية. 6,000,000.
يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون، 6 وجنبها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع وفوري. خوليو خش. مليون، حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟ شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. الف مبروك يا ملك. Ne?
انا ماليش دعوه مرزوق. انا كنت سايق العربيه بس، ده البلاسي والباشا هم اللي ضربوا النار، مش انا، مش انا. وبعدين امين بيه هو اللي مسلطني؟ امين بيه هو اللي طلب مننا كده؟ دي اوامر الملك. انا في ارضك، انا في ارضك يا مرزوق. أنا مش ريق يا مرزوق، أنا صعب، حد علي يدك يا مرزوق، قلت لي بلاتني يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حد علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك، يخرب بيتك ويخرب يا أبوي، بلاش يا مرزوق، لا، لا يا مرزوق، أوعاك يا مرزوق، لا، 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 الحمد لله، ولا ازازة الويسكي يا بلاسي. تعالى يا باشا. زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي، هاجي احلقه واجي لك جاي. هتعمل ايه؟ انا احذرك يا مرزوق، احذرك ده يبقى السبق اصرار وتلصد. مرزوق قانون العقوبه صريح جدا في الناحيه دي. المادة 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ لا لا لا
وركبت الدمنهوري. مكتوب الدمنهوري برضه؟ لا الله، ده انت عندك ناس ما غريبه من الشيطان. ده صاحبي يا بنت. صاحبي وصاحبك هناك على الهوا. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرش. سلام. مش هشوفك تاني؟ سلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام.